تحياتنا لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا، حلقه غنيه ومنوعه بانتظاركم ضمن ام تي في لايف. هلا راح نعمل جوله على ابرز البرامج اللي انتم عم بتابعوها خلال شهر رمضان المبارك بسهرتنا على الام تي في. خلينا نبدا الساعه 6 المساء باجواء خفيفه وطريفه مع مقالب ما بتخطر على البال ضمن حلقه جديده من عيش وكل غيره مع كميل اسمر. بنشوف سوا هالمشهد. كمان انا واقف بالشمس عندي خلق وبعصب. اوعى تعصب. ايه عم لك يعني كي كلمه اموله. شو اموله؟ مين اموله يعني؟ صاحبتي صاحبه مدرسه، عيب عندها مدرسه طويله عريضه. كلكم رح تمرض. تفضل خيي تفضل. كلكم رح تمرض يا حبيبتي. انا بعد ما عصبت. ايه بعد ما عصبت. نعم. شو عيب عصب؟ قال لي انتين بدك ياني امرق. كلكم رح تمرق واحد ورا واحد، خلصنا بقى. قولي لي قولي لي شو؟ يا حياتي بفوتوا ببعضكم؟ فوتوا ببعضكم؟ بتفوتوا ببعضكم؟ طب مش السر. لا يا حبيبتي مسؤولية هاي. يا رب دخيلك. ما عم بفهم مسؤولية ولا لا؟ هلا هلا بهديك تقول له من هون مرا. انا بروح بمرق هيك. لا هون بدك تنطر. وين الناس؟ وين السيارات؟ هلا كثير انزعجتوا ما بفهم يعني. انا خلق ضيق يعني وبعد انا خلق ضيق. شو اذا حاطط الشرطة يعني بتفزعني؟ اوبس. ما نقول رمضان كريم على الام تي في. احيا الكاميرا هون عم صوري. كان أكل قتلة كميل بهالحلقة. على كل حلقات جديدة من عيش وكل غيرة لبقية شهر رمضان المبارك على الام تي في كونوا على الموعد الساعة 6 المساء. أما الساعة 6:30 محبي الربح والجوائز كمان لهم حصة مع حلقات جديدة من جيلك برفقة محمد قيس وجوفو. بكل حلقة بيستقبل أربع مشتركين من أربع أجيال وبيتنافسوا على أسئلة معلومات عامة، وأنتم كمان مشاهدينا ممكن تشاركوا بالبرنامج من خلال اتصالاتكم والجوائز أكيد للكل. خلينا نشوف هالمشهد من جيلك. هو جمع كلمة ميزان. بسام. ميزين. عفوا موازين. خطأ موازين. سؤال جديد بيقول شخصية خيالية يستطيع أن يطير وولد على كوكب كريبتون، من هو؟ بيتر بان. سوبرمان. خطأ. بيتر. معنا لأنه اسمه بيتر. وكريبتون هو تحديدا كمان في حجر لونه أخضر بكريبتون، كل ما بيشوفه كل ما بيضعف قوته لسوبرمان. سؤال جديد بيقول ما اسم الهرمون الذي تفرزه خلايا داخل البنكرياس وهو يحافظ على مستوى السكر في الدم؟ بسام. انسولين. الانسولين 100 نقطة لك مزبوط. سؤال جديد بيقول بنسمع السؤال للاخر وبنحط ايدنا على البازل، ما هي اكبر جزيرة في العالم؟ بيتر. يونان. لا لحظة لا ما جرينلاند. خطأ. بنحجب عنكم. يونان مش جزيرة. اكزاكتلي. جزر. انت رحت على جزر اليونان. جرينلاند يعني تعرف بأرض الناس تحديدا. سؤال جديد بيقول من هي نورما جين بيكر؟ شادي. مارلين مونرو. مارلين مونرو مظبوط. كانت ساحرة بجمالها وأنوثتها وتوفيت عن عمر 36 سنة بعام 1962 وما زال ما بيعرف انتحرت أم قتلت. شادي 100 نقطة لإلك. أسئلة كثيرة ومعلومات حلو إنه الواحد يعرفها بنكتشفها بكل حلقة من جيلك. أما هلأ رح ناخذ بريك قصير مشاهدينا ومن بعده منكمل مع فقرة كابلز، واليوم موضوعنا هو التوازن الفردي والعلاقي مع الدكتور ألين حسيني عساف.